السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. بسم الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Mas Nasuha yang sudah membacakan kalam ilahi. Hadirin, dalam surat Al-Anfal ayat 2 di situ disebutkan yang artinya barang siapa